السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي راهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي راهم معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على الاستقبال الحار يعني للوفد المغربي الرياضي بمدينة المضيافة، مدينة وهران، عاصمة غرب يعني الجزائر، وين نقولوا باللي بمفاجأة يعني وين تفاجئوا الوفد المغربي. يعني عقوا ما يتفاجئوش، وما جاو لبلادهم، بلادهم نورمال ما يتفاجئوش، بلدهم الثاني يعني نورمال ما يتفاجئوش. ما راهمش كيما يقول لك الشعب هنايا تشوف كيفاش، يعني رسالة واضحة للشعب المغربي، رسالة واضحة للشعب المغربي، حاجة مليحة هذه وين كاع فرحنا لها، ما كاش اللي ما فرحناهاش، كاع الناس حضرت عليها. استقبال يعني في القمة، استقبال في القمة، وين حظي وين حضر الوفد الرياضي المغربي باستقبال حافل عند وصوله يوم الأربعاء إلى مدينة وهران الجزائرية للمشاركة في الدورة 19 للألعاب البحر الأبيض المتوسط، والتي تحتضنها الجزائر من 25 جوار إلى 5 جويلية 2022، يعني 2022. وبدأت الوفد الرياضي العالمي 26 بلد متوسطة بالتوافد إلى وهران، ولقي الوفد المغربي عند وصوله تصفيق حار وتحية وورود من قبل المنظمين للبطولة وسكان مدينة الباهية وهران. هذا هو الاستقبال يعني الجزائر ب، يعني نقولوا احنا كاع الجزائريين بلد مذياف، بلد يعني اللي يجي لها ما يحس روحه راه اجنبي، نورمال خاوتنا جاو عندنا وهذه بلادهم، بانيك هذه بانيك بلادهم، هذي بين بلادهم نورمال عادي. وين استقبال كان كبير، استقبال هما تفاجئوا. انا هذه كلمة تاع هما تفاجئوا ما نقولهاش، خاطر عليها نورمال، بلادهم الثاني، هذا بلدهم الثاني يعني خاوتنا، احنا خوتهم، كان حاجة بيناتنا، لا يعني كيما يقول لك تقرب بيناتنا كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذه هي الكلمة التوحيد، كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذه هي. وين ردت العشرات، وين رددت العشرات الجزائريين الذين كانوا في استقبال الوفد المغربي لحظة وصولهم إلى أراضي أرضية المطار أحمد بن بلة بوهران، وين عبرت الجزائر والمغرب خاوة خاوة مع التصفيق الحار ديما يعني دام لدقائق طويلة. ورددت بعض العناصر الوفد المغربي من الرياضيين بعبارة 1-2-3 فيفا لالجيري، ويضم الفريق المغربي 137 مشارك في الدورة، بينما تشارك الجزائر ب 324 رياضي، وتونس ب 175 لعاب، وليبيا ب 14 مشارك، ومصر ب 191 مشارك، لتكون القارة الإفريقية حاضرة ب 636 رياضي من 5 دول يعني مطلة على البحر الأبيض المتوسط. واستقبال حافل، وعبر أعضاء الوفد المغربي يعني عن سعادتهم بحفاوة الاستقبال، وقالوا في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الجزائرية إنهم سعداء فعلا لوجودهم في بلدهم الثاني، وإنهم لم يتوقعوا كل هذه الحفاوة يعني في الاستقبال من اليوم الأول، مشيرين إلى ضرورة يعني الحفاظ على الروح الرياضية والمنافسة الشريفة. وقال أحد الرياضيين المغاربة: نشكر الإخوة الجزائريين وانفرحوا بنا واستقبلونا استقبال حار، نحن نشعر أننا في بلدنا الثاني، لم نكن نتوقع كل هذه الحفاوة والاستقبال الكبير. يقولي نورمال، نورمال نورمال، أنتم بعدين الناس هذيك هذيك كيسموها هذيك تاع شوف تي في، هذيك عيات الدور، عيات تقلبوها كندروها هراوة، فالمغرب ضربوها هذيك خطره جات بيت يقعد الكرسي طرقاته مزيه، ذاك العمود تاع الكرسي مزيه هربت على جهه، كان ذاك العمود تاع الكرسي كان غادي يخرج لك مصارينك. يا ربي يقول لك شويه شويه، عرفي روحك يعني، عرفي روحك كيفاش كيفاش تكوني، كيفاش الفتنه ماشي مليحه.
قال لك الفتنه نائمه نعل الله من ايقظها. هذه هي نعل الله من ايقظها. احنا الشعب المغربي يعني خاوتنا يجي النهار يعني ونتلاقاو، يجي النهار ونتلاقاو تتلقي بيناتنا اخر كلمه تلقي يعني اخر اول كلمه واخر كلمه لا اله الا الله محمد رسول الله. يا عباد الله لا اله الا الله محمد رسول الله. نحن مسلمين قبل كل شيء، مسلمين ومسلمين. هذه هي هنايا لازم نكونوا عبره للناس هذو اصحاب الفتنه، لازم نكونوا عبره لهم. هذا الاستقبال رساله واضحه، هذه الحمد لله يا ربي. وتحول خبر وصول الوفد المغربي الى حديث الساعه في الجزائر ومحور نقاش كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولم يقتصر الامر فقط على الرياضيين وانما الفنانين والمواطنين الجزائريين الذين سرعوا للتعليق على الصوره. وعلق ممثل جزائري الشاب وابن مدينه وهران محمد حسن على صورة استقبال خاوة خاوة حبة من حبة وكره من كره، مرحب بإخوته بإخوتنا من وهران إلى دار البيضاء. نحن يعني رجل واحد. شو كيفاش احنا الجزائر المغرب بنادم واحد، رجل واحد بنادم واحد. هذه صفعة لكل من يريد أن يدخل بين الجزائري والمغربي. هذه ما التعليق، هذه رسالة راهي واضحة. وقد أخذت تعليقات جزائريين على الصفحة الرسمية للألعاب البحر الأبيض المتوسط نفس الاتجاه، وعلقت صفحة باتنا الجزائرية إنها حفوة استقبال بالوفد الرياضي المغربي في مطار وهران، في رسالة واضحة وراقية كبيرة يعني بعيد عن السياسة. التاريخ الرياضي واحد، وأكد وزير الرياضة الجزائرية الأسبق سيد علي لبيب أن مثل هذه الأجواء ليست بالغريبة على عالم العربي، وخاصة بين الدول المغرب العربي الكبير في مناسبات رياضية التي تعكس حجم الود المتبادل بين الشعوب المنطقة ومقادير الإخوة والاحترام. وقال لبيب لموقع سكاي نيوز العربية: لقد شهدنا عدة مواجهات رياضية بين المغرب والجزائر على مدار التاريخ، وقد كانت دائما أخوية ورسائل رياضية كانت من القلب. وقد سبق للفريق الخضر وأن عاش نفس الأجواء عندما حل ضيف العام الماضي على مدينة مراكش لمواجهة المنتخب بوركينا فاسو، وذلك بعد أسبوعين على إعلان الجزائر قطع علاقته الدبلوماسية مع المغرب، حيث لم يؤثر الحادث السياسي على الأجواء. وقد حظى الخضر باستقبال متميز على الأراضي المغربية. ويؤكد الوزير الأسبق أن الرياضة هي الأقدر على تفسير مشاعر الشعوب الحقيقية ورد هوات خلافات السياسية، مشير إلى الدعم المعنوي الذي حظي به محاربي الصحراء من قبل نادي الرجاء البيضاوي عبر صفحته الرسمية في مواقع الفيسبوك بعد خسارة الجزائر لمباراتهم أمام الكاميرون على أرضية الملعب البليدة. شأن الشعب الوحيد، الشعب الوحيد، أنا ما نقولش تونس ولا خلينا تونس ولا ويضحكوا علينا، بصح الشعب الوحيد اللي ما ضحكش علينا هما المغاربة. النهار اللي خسرنا مع الكاميرون كاع تأسفوا. أنا نشوفو كاين بزاف، رانا نشوفو، رانا الشعب المغربي الوحيد اللي تأسف. وأنا نعلنها من ضروك وعلنتها من قبل، أنا كوب دي موند، أنا غادي نسيبورتي المنتخب الوطني الجزائري. منتخب وطني، المنتخب الوطني المغربي، كوب دي موند مع المغرب قلبورة. ما التعليق، مغرب المنتخب المغربي والرجاء البيضاوي، ناس يعرفوني هدرت انا الاول، ما غاديش ندور فيها. نقولوا بلي اليوم يعني تشوف كيفاش استقبال كبير، يعني هذه استقبال هذا من عند من، يعني سبحان الله، دولة شعب، يعني تشوف كيفاش. الحمد لله يا ربي احنا عندنا الدولة تخليك تعبر على روحك، تعبر تحضر على روحك، تحضر
عرفتو الحمد لله يا ربي الشعب القام الناس في الطريق يصفقوا عليهم يشافوا الوفد المغربي الاعلام تاع المغرب تاع المغرب في وهران الناس تصفق عليهم مرحبا 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 الحمد لله يا ربي